في فقرة سانتي اليوم باش نحكيو جميل وتجميل، باش نحكيو على توندانس في العالم الكل، باش نحكيو على إبرة تسمى بإبرة النظارة. هل تعطي نظارة للبشرة أم لا؟ هل عندها عمر معين؟ تقنيتها شنية؟ هل هي فيتامينات؟ شنو هو لي كومبوزون بتاعها؟ فما برشا أنواع. كل يوم الحقنة الوردية، حقنة العنبر، حقنة اللؤلؤ، برشا تسميات. هما الكلهم نحن عايتولهم بالسوري لي سكين بوستر، إبرة النظارة. اش يعملوا؟ يحفزوا البو باش تعمل الكولاجين، ويعاونوا للترطيب نتاع البو، ويخلي اللون نتاع البو موحد. نفس الحاجة يعملوها الكل. هو الكل، احنا كلنا البشرة بتاعنا أو الجسم بتاعنا يفرز الكولاجين أو يصنع الكولاجين. وقتاش البدن أو البشرة ما عادش تصنع الكولاجين دكتورة، شو اللي يخليها؟ هو برشا عوامل. أول حاجة العوامل الخارجية اللي هي البوليوشن واللي نعيشوا فيه الكل، هذاك ينقص. العوامل الداخلية عنا جينيتيك تاع العبد، وعنا زادة النوتريسيون، كيفاش ناكلوا، شنو ناكلوا، اسكو ناكلوا الحاجات البهين اللي يخليوا البشرة متاعنا تنتفع وإلا لا. صحيح، هذيك حاجة تخيز امبوغتون. صحيح. وفما العمر. العمر، العمر ا بارتير دو 25 30 سنه يبدا البدن معناتها يصنع اقل كولاجين واقل اسيد هيالورونيك، اللي هو هذوما زوز يعطيونا نظاره وايدغاتاسيون، ترطيب للوجه، ويعطيونا الاستيسيتي. هذوما الاستيسيتي يعني يمنعوا ترهلات او تكوين لي بتيت ريدو، لابارسيون دي بتيت ريدو، اللي هو مش كان الكولاجين، زاد فيه عوامل اخرى. البو البيضه تعمل دي بيت ريدول اكثر. فما عامل جيني زاد كبير، وكما قلت لك زاد فما عامل نحنا كيفاش نتلهيو برواحنا، شنو ناكلو وشنو نحطو فوق وجوهنا. دونك لهنا العمر وحده لهنا البشره باش تقول لك راني ام سو سوري، انت ماكش قاعده تاكل بالكدا، انت مش قاعده تشرب في الماء بالكدا، انت راهو نسي ورجال لهنا، راهو مانيش نختصوا كاين للنساء، على خاطر نوعيه لي سوان هذوما زاد الرجال يتوجهوا لهم ايضا. والشمس زاد، الشمس عامل ياسر يهلك البشره. والضوء هذا دكتور بيان سور، انا نجم نكون اسيوري لهنا على الضوء هذا اللي قاعد، ولي زورديناتور زاد، والتليفون اللي في يدنا، لوميير بلو، كل ما هو لوميير بلو، كل ما هو لوميير بلو، اي فيولي اوسي. انا نقول لهم حتى كي تبدا دون ان اندرو فيرمي يفو ميتر ليكران توتال، لازمك تحط الواقي من الشمس على خاطر لازمك تحمي بشرتك. باهي، وقتاش بداو هل لي سوان هذوما لي سكين بوستر باختلاف تسميتهم؟ من وقتاش درجت هكا ولينا نسمعوا بيهم؟ هما بداو ليهم برشا، لكن تعدوا هما برشا انواع نتاع دي سكين بوستر نتاع ابر نظاره. كل ابره خذيت الاسم نتاعها من الكومبوزون اللي فيها، كل واحده فيها كومبوزون ما فيه